فهو صلى الله عليه وسلم خليفة الله الأرض، وسيدنا إبراهيم خليفة، داود خليفة، كل الرسل خلفاء عن الحق. جاعل في الأرض خليفة، وجاعل في الأرض لما خصص الأرض. قال لما كان منصب الخلافة أعظم المناصب، اختار لها أجمع وأنفع وأعظم كوكب، وهو كوكب الأرض، لأن في الأرض من المنافع ما لا يوجد لا في المريخ ولا في زحل ولا في المشتري ولا لا. هذا المناخ الأرضي هذا هو أطيب المناخ، وهذا الكوكب الأرضي هو أرضح وأنفع وأخصب، هكذا الكواكب السماوية. ولذلك جاعل في الأرض، أي في كوكب الأرض خاصة، لا في المريخ ولا في زحل ولا في المشتري، لأن هذه الأرض فيها مجموعة خيرات وبركات ما هي موجودة ومنافع ما هي موجودة في بقية الأجواء ولا الأفلاك ولا الكواكب. اختارها لصاحب الخلافة وهو الأنبياء والرسل صلوات الله عليهم.